بالظبط زي اه دي زي الايه. مساء الفل يا جماعه. دلوقتي حفل تقديم سيارات جي اي سي كلها في مصر. العربيات كمان الاس يو فيز بتاعتهم انا ما رضيتش اوريكم الامباو. الامباو كانت في الاول انتوا عارفين اسعارها وحضرتوا التجربه معايا. دلوقتي بقى الام زوم اللي يدخل يعمل شير بس عشان الفيديو يوصل وعشان تعرفوا الاسعار والتفاصيل وكل حاجه. دي العربيه القمر دي بالنسبه لي قمر. دي رائعه دي الام زوم يا جماعه. الام زوم تفاعل كده وانت داخل واعمل لايك وشير علشان يوصل للناس عشان الفيسبوك عامل علينا ريستريكشنز بايكه. دي الام زوم قمر. العربيه دي لو سعرها حلو انا عايز واحده. اعطيني ست حبات. اعطيني يا عم شو بقول له عايز واحده قال لي اعطيني ست حبات. انا فعلا عايز ست حبات. نعتبر الام زوم تسويقيا عربيه ثانيه في البيت للابن او ابنه او زوجه بحجمها وامكانياتها لشخص. بس لسه هبيع 500 هم فرقوا عليها. كلمنا عن مواصفات الزوم. الزوم هي عربيه كده يا زوزو؟ يعني دخلي شويه الكرسي. زي ما قلت هي فيها نفس شخصيه الفاوند. استنوا هم فرقوا عليها. والشبكه الاماميه للعربيه فيها ابعاد ثلاثيه ومقابل الابواب بتاعت العربيه. العربيه دي قمر. قمر. هيدن او مخفيه. جنود رياضية والإضاءة الأمامية مخففة. العربية بيكون ليد مع خاصية الفويس اكزوست أو صوت العالم الرياضي. بالنسبة لأبعاد الإم زوم يكون الطول جايبين أعلى فئة اللي فيها الاكزوست اللي بصوت 85 سم. الارتفاع بيكون 160 سم. أما طول قاعدة العجلات الإم زوم بيكون 2.65 متر. العربية دي 177 هورس باور و 270 نيوتن متر عزم. اكسلريشن من 0 ل 100 في 7 ثواني ونص. يعني العربية دي الاكسلريشن زي الكوبرا. تخيل. أما بالنسبة للتجهيزات الداخلية للعربية الانزوم بيكون فيها شاشة ترفيه وسطية 10 ربع انش وشاشة عدادات بتكون 10 وربع انش وفيها فتحة سقف برامج شاحن وايرلس مع أنظمة مساعدة القيادة نظام تحديد برامج طوارئ اوتوماتيك مثبت سرعة ذات التأقلم نظام تحذير الخروج من الحارة المرورية نظام المساعدة على السير في الحارة المرورية وقراءة تعليمات الطرق. أما بالنسبة للأمان اللي موجود في الإم زوم فبيكون فيها 6 إير باكس والعديد من أنظمة الفرامل. دي الإم زوم يا جماعة هنعرف سعرها دلوقتي. و اتش اتش سي ونظام مراقبة ضغط الإطار. أما بالنسبة للـ حلوة قوي 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 العربية دي. هي هتكون اربع فئات. انا بعتبرها الحصان الرابح يعني. وسعرها 990,000 والفئه الثانيه بتكون جي بي وسعرها 1,050,000 والفئه الثالثه بتكون جي ال وسعرها 1,110,000. اما الفئه الرابعه ودي الفار ستايل ودي بيكون سعرها 1,200,000. دي اسعارها يا جماعه شكل كده تبتدي من اول 990 لحد مليون 200. مليون 200 تمام. دلوقتي هنتكلم على العربيه ديت. منتجاتنا مش كلها اعلى فئه اللي هي الار ستايل دي مليون 200. ستكون متطلبات اقل. انا بس هحاول واكثر في المواصفات. بصوا شكل الديفيوزر من ورا والعربيه بحيث تكون السياره الاولى في البيت بما فيها من مساحات ومواصفات لاستخدام كل يوم. هنقدم دلوقتي اس يو في من الفئه المتوسطه لمثل هؤلاء العملاء وهنقدم دلوقتي الجي اس 4. جي اس 4 بقى مش افضل عربية في العربيات المطروحة جي اس 4 من وجهة نظر يعني. ده اللاين القديم. دي تالت عربية. بعدها بقى في الامكو. الامكو دي فضائية فضائية.
شايفني انت فين طيب؟ دي ثالث عربية الامباوند كلكم عارفينها. جي اس 4 والاسعار اتفضل يا يوسف. المواصفات ايه والاسعار؟ هي عربية اس يو في متوسط الحجم بتصميم كلاسيكي وعملي وشكل انسيابي. وبتكون العربية بجنوط رياضية والإضاءة الأمامية والخلفية للعربية بتكون ليد. أما الأبعاد بتكون الطول 4 متر 54 سنتي، العرض متر 85 سنتي، الارتفاع بيكون متر و70 سنتي. أما طول قاعدة العجلات بيكون 2 متر 68 سنتي. محرك العربية الجي اس 4 بيكون 1500 تربو بقدرة 168 حصان وعزم 265 نيوتن. دي أقل تورك وهورس باور فيهم، دي أقل تورك وهورس باور فيهم بس في تيس مختلف. ريسين ياباني. بيكون فيها شاشة تربية مش أكتر عربية عجباني فيهم دي. 12 إنش وشاشة عدادات 12 إنش وشاحن وايرلس ومقعد سائق كهرباء. بالنسبة لمواصفات الأمان للعربية جي اس 4 بيكون فيها 6 إير باكس، فيها جميع أنظمة الفرامل اللي هي الإي بي إس والإي بي دي والإي إس بي والإتش إتش سي ونظام مراقبة ضغط الإطارات. هتكون متقدمة العربية معانا بثلاث فئات في السوق. الإم زوم قمر. أول فئة قمر قمر سعرها 1,060,000. الفئة الثانية الجي بي وهيكون سعرها 1,110,000. الفئة الثالثة هتكون جي إي وسعرها 1,180,000. شكل يوسف لا مش عجباني قوي. جي اس 4 انا جي اس 4 مش عجباني. استنوا بقى شوفوا الفضائيه اللي هتظهر دلوقتي دي. وانت داخل كده عامل لايك وشير علشان يوصل للناس عشان الفيديو عليه ريستريكشنز من فيسبوك. شوفوا بقى دي شوفوا دي شوفوا دي شوفوا دي شوف دي وبلغه فخامه جديده اعتبرها سابقه العصر. من سنتين مثلا كنا نشوف عربيه بالتصميم ده بنقول ده نموذج مستقبلي او كونسبت كار. النهارده دي عربيه موجوده وامتلاكها متعه ومعنى كلمه. الامكو اس يو في من فوق. الامكو يا جماعه الامكو اللي جاي جي سي امكو. امباو عدى امباو عدى. احنا الامباو جربناها وهتلاقي ريفيو بتاعها على اليوتيوب وبتاع خلاص اتهبست بقى. انما خلينا في الجديد بقى. بص الامكو بص بقى الامكو وش عربيه عجيب عجيب. يا رب سعرها يطلع حلو. العربيه دي انا العربيه دي بالموتور اللي فيها بامكانياتها بحجمها بالنسبه لي احسن من الجيتور والشنجان اليونيتي. بصوا القمر جبارة. احلى وش عربية ممكن تشوفه. هي من ورا اكليبس بس من قدام مش طبيعية. الامكو هي تاني عربيه. اسمع المواصفات والسعر. اسمع المواصفات والسعر. بتصميم عصري مستقبلي وفريد مع جنوط رياضيه وهيد لايتس مميزه جدا في التصميم. هي اعلى بنسبه 25% في الاضاءه عن الكواليس العاديه او الاضاءه اللي هي اللانس. اما بالنسبه للاضاءه الخلفيه فهي ليد وشنطه العربيه بتيجي كهرباء. بالنسبه لابعاد العربيه الامكو واللي بتتميز بيه جدا، العربية طولها بيكون 4 متر 68 سنتي والعرض متر 90 سنتي والارتفاع بيكون متر 67 سنتي. أما طول قاعدة العجلات الإمكو بيكون 2 متر 75 سنتي. محرك العربية الإمكو بيكون 1500 تربو بقدرة 177 حصان وعزم 270 نيوتن وناقل حركة 7 وات دي سي تي. يعني ده موتور محترم مش جايب لي الجيتون 230 نيوتن متر عزم. انا هبقى هنزق جاموسه ب 230 نيوتن متر عزم. وسقف بانورامي ومساعده انظمه مساعده القياده زي نظام التحذير والاصطدام وفرامل طوارئ اوتوماتيك ومسافه سرعه. يا رب سعرها يطلع تحت المليون ونص. يا رب يا رب. نظام المساعده على السير في الحاره المروريه وقراءه تعليمات الطرق. الامان في العربيه الامكو بيكون 6 اير باكس والعديد من انظمه الامان للفرامل زي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والاتش اتش سي ونظام مراقبه ضغط الاطارات.
اما بالنسبه للفئات والاسعار العربيه تمكو فهتكون متوفره معانا بثلاث فئات. اول فئه هي جي اس وسعرها 1,250,000. الفئه الثانيه بتكون جي دي وسعرها 1,350,000. اما الفئه الاخيره هي جي ال وهيكون سعرها 1,450,000. حلو حلو شكل جدا حلو حلو عجبني سعر حلو قوي دي والامبا والام زوم بالنسبه لي حصان رابح. الجي اس 4 لا الجي اس 4 بره خياراتي الصراحه تحفه اسعارهم حلوه قوي على احسن شركه في الصين فعلا حرفيا. انا جربت العربيات دي والموتور ده مش طبيعي مش طبيعي نشط بطريقه فظيعه والعربيات الوحيده اللي البنزين مظبوط فيها في الصيني استهلاك البنزين. هوريكم بقى العربيات وهفتحها لكم دلوقتي وبتاع بس استنوا معايا. بس انا ما شفتهاش قبل كده في اي عربيه. عندنا الجي اي سي سمارت ووتش. زي ما قلنا ان الجي اي سي متميزه في التكنولوجيا. ايه ده؟ عندنا جي اي سي بتقدم تجربه فريده لعميل جي اي سي. ايه ده؟ في سمارت ووتش بتفتح العربيه. بتستخدم كنسخه مفتاح اضافيه. دي شغاله هنا في الريجن بتاعنا. التحكم في بعض حلوه قوي قوي قوي. والوظائف هي بتكون فتح وقفل العربيه، اداره المحرك، فتح الشنطه، ممتاز، تحديد موقع العربيه عن طريق الساعه يا جماعه. الكلام ده بيشتغل عندهم بره لكن هنا في الريجن بتاعنا في الشرق الاوسط اول مره اشوف عربيه تنزل كده بالسمارت ووتش تقدر تفتح وتدور العربيه و... ولما السلطه اتكلمنا فيها على اللي جاي واللي جاي كان ذكر يمكن في جمله معرفش خدته ولا لا. بصوا الام زوم من جوه، بصوا الفتيس، الفتيس كريستال عامل زي فتيس الاكس سي 40 والعربيات الفولفو. صالح فريق تسويق مدحت معاه ماجستير في عربيات كهرباء وهو المسؤول عن مشروع السيارات الكهربائيه لجي اي سي معانا في التيم. فمدحت انت بدات تشتغل على البروجكت وبدات تدرس صنع بتاعتك مع التيم جي اي سي او على مستوى دي اعلى فئه بمليون 200 الام زوم وبتبدا من تحت المليون 990. تحفه تحفه الديزاين تحفه عجباني قوي الام زوم. بس في البدايه ان جي اي سي كانت سيارات تحت براند ايون. احنا حاليا فاكرين الايون كنا اول ناس جربنا العربيه الايون الاس بلس الكهرباء مشهورين قوي في العربيات الكهرباء جي اي سي بره قوي مختلف الفئات السعريه ومستوى خامات داخليه ممتازه جدا جدا. ولو هنتكلم على السيفتي فنقدر نقول ان كل عربيات تعالوا اوريكم الام كول لحد ما الكلام كمان بالاضافه الى انظمه اضافيه في السيفتي في كل الفئات السعريه يمكن اول مره ان شاء الله نشوفها في سوق مصر. طبعا ايون بتقدم تكنولوجيا السيارات الكهربائيه الصينيه المتطوره ونقدر نقول ان الجيل الحالي من السيارات الكهربائيه ايون هي تفوق على كل العربيات الاوروبيه الكهربائيه. وش الامكو جميل موتور 1500 تربو 177 حصان 270 نيوتن متر عزم في تيس دي سي تي وتبريد زيت. مدى السير في العربيات الكهرباء بيتفوق على 600 كيلومتر في السرعه في الشحن الواحد وده راجع لنوعيه البطاريات اللي بتستخدمها ايون والتكنولوجيا المتطوره في تبريد البطاريات ديت سواء كان في الاجواء الحاره او الاجواء دي. طبعا احنا هنيجي بعد كده نتكلم على هوريكم الامكو من جوه اهي. بصوا تقفيل العربيه وخاماتها من جوه عجباني قوي خاماتهم الصينيين تطوروا. العربيات دي وانا بجرب الجي اس اي الامبا وما كانش فيه اي ريحه بلاستيك المعتاده. انا بفكر اشتري الام زوم عجباني والله. ظهرها بقى اكليبس جدا. وكمان بنخطط ان شاء الله تكون عربياتنا من جي اس اي ايون تكون بروتوكول شحن اوروبي ان شاء الله. بس التصميم كله على بعضه فضائي غريب. كل محطات الشحن السريع اللي منتشره في كل انحاء الجمهوريه. وحاليا بنشتغل كمان على دراسه المنطقه. الامكو انا فرحان منها قوي يعني مبسوط منها قوي. اعلى فئه تحت المليون ونص 1,450.
وكمان تجهيز السوق. واول فئه ب 1250 وفي فئه في النص ب 1350. سهل له كمان ان هو تحفه القيمه، تصميم فضائي، معادله ماليه افضل ان شاء الله. الجي اس 4 مش عجباني، الجي اس 4 مش عجباني بكل صراحه ووضوح يعني، لكن اللي عاجبني الام زوم والامباو والامكو. تصنيع محلي. والحقيقه احنا بدانا، بصوا البكر بتاع التكييف، بصوا الاختراع تقريبا سنه، بصوا هنا بتعلي درجه الحراره وتوطيها. بص بكر التكييف عامله ازاي. بص الفتيس الكريستل، في حته كريستل كده جوه، حلوه قوي. بدأنا نشتغل تقريبا من سنة، ممكن تقول كاميرات 360 واحنا في أي مرحلة دلوقتي؟ احنا بدأنا نتكلم على المشروع ده من أكثر من سنة. كان لما ترسخ لينا فكرة إن احنا لازم نحرك وشها تحفة، وش العربية دي عجيبة صديقي. وشها مش طبيعي. فعلا عاملة زي العربيات الكونسبت. فعلا تحسها كونسبت، عربية لسه مش هتنزل مستقبلية يعني. في ناس استلمت العربية. وبص بقى العزم هنا يعني، شوف الجيتور منزلينها قد دي مرة ونص و 230 نيوتن متر عزم. مواتير بتستهلك بنزين، بتتزق ما بتمشيش، دي 270 نيوتن متر عزم. والناس مش فاهمة برضو موضوع العزم ده مهم جدا. طبعا جداً. طبعا الموتور مش هيقدر يحمل على الوزن. صح، لازم تبقوا فاهمين يا جماعة الكلام ده، ان الارقام مش ارقام بتتقال وخلاص. بس العربية شكلها حلو، تحفة شكلها، ناقص بس نجربها ونكسرها نشوفها. جميل. انا جربت الموتور ده، الموتور ده حلو قوي، هتعجبك قوي يا شريف. طيب الفوانيس تحس ان لازم شكل الجريل اللي قداماني ده مش طبيعي. كاميرا أمامية اهو، رادار. ده العربية دي أكيد فيها الأداس كله، اللينك يبقى أسيست وال هبص. أدابت في كروز كنترول ولينك يبقى أسيست، فيها كل الأداس، كل أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية موجودة فيها. أكتر براند صيني مقنع نزل مؤخرا مصر، تبقى حب وتبقى مركز انطلاق للشرق الاوسط وافريقيا والدول كلها. ده استفاده مع الاتفاقيات اللي مصر، استنوا احاول افتح العربيات واوريها لكم دلوقتي، اتفاقيات التجاره الحره. علشان كده احنا متصلين ب كتير من الجهات الدوله علشان نوصل. انا حاسس ان الظهر اكليبس، اكليبس انما الديفيوزر مع الاكسدام مع الاكزوست لا مختلف تماما. لا بس عايز اقول لك حاجه، هو الظهر ده اكليبس ليه؟ لان الشركه دي اكبر مصنع لتويوتا وهوندا وميتسوبيشي في الصين. فعادي يا باشا، عادي الديزاين بتاعهم يعني محليه. دلوقتي بقى ممكن نتكلم اكتر عن الجزء اللي تحت ده، شيك قوي قوي قوي. كل الجزء بتاع الديفيوز الخلفي والاكزوست في العربيات بتاعتهم تحفه، حتى هناك معمول بشياكه. والسبويلر، بص السبويلر اللي مش طبيعي، مركز ابو رواش جميل موتورز ابو رواش فتحناه امبارح، عارف الكونسبت كارز فعلا. فيديو عنه، وبفتخر انه اول مركز مش طبيعي. بص رمه الاستوب، شوف السياره والتصميم الجديد لمراكزهم الباعيه. الروفاك، الروفاك كونسبت بالسبويلر، الديزاين صح متعوب عليه قوي، متعوب عليه قوي. دي شنطة كهرباء اهي. لا متكلفة، متكلفة. مراكز الخدمة يا جماعة، مركز الخدمة. الإمباو اهي.
مركز الخدمة. افتتاح مركز الخدمة كان امبارح، وكان في تسليم دفعة امبارح. انا العربيات الحمد لله بعد التجربة اللي انا عملتها جات لي النهاردة تعمل افلام حماية عندي، فالتوكيل التزم سلم بالسعر المعلن دفعة. نتمنى يستمر على كده. ده مركز الخدمة اهو. في العبور يا شريف صح؟ اه العبور، مركز الخدمة في العبور الرئيسي. وكيل العربية عبد اللطيف جميل، مجموعة اوتو جميل معروفة طبعا في الخليج وفي مصر، فورد ودايهاتسو قبل كده. جميل موتوس مصر. نسمع بقى عن الضمان والحاجات دي. محمد كان يوم جميل امبارح جدا. الأول اسمح لي باستطراء إن أنا اشكركم على حضوركم جميعا، احنا تشرفنا بيكم جدا النهارده. وبالنسبه لامبارح احنا كان عندنا مفاجآت كثيره. انت والشباب امبارح اتضغطوا الفتره اللي فاتت جامد جدا، بس امبارح كان في مناسبه خاصه وما ننساهاش. ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح ان احنا لاول مره واحنا بنقدم عربيه كبيره في السوق المصري كان عندنا استلامات من مستهلك المصري. اهو سلموا امبارح وسلمنا عدد عربيات للعربيه. ممكن نشوف ده التسليمات اهي امبارح، تسليم اول دفعه. سلموا الناس دي جات لي المركز النهارده فعلا، سلموا امبارح. جدا، والعمال اللي استلموا امبارح اعتقد من شرفهم متواجدين معانا يا فندم النهارده. ممكن اتفضلوا يا فندم. نزل استلمت امبارح. يلا يا جماعه اللي استلم يرفع ايده. اشكركم جدا على ثقتكم. انتوا كده نواه العائله يعني، فشرفتونا وارسونا جدا النهارده. اتفضلوا يا فندم. طب انا كمان عايز. طيب نقاش مع انا عايز محمد هيبقى لازم. بقول لك الام كو ولا الام زون؟ لا الام. انا عايز اعرف وجهه نظرك. اتكلمنا على فلسفتنا في شبكه التوزيع بنيناها ازاي. اتفضل. احنا قعدنا فتره طويله جدا الفتره اللي فاتت عشان حلوه وكل حاجه قمر، بس صغيره سيكا بس برضه في زيها من الحاله الفاضيه. بس هي قطه ادائها رهيب، 7.5 ثانية يا شريف اكسليريشن. عندنا لا في الفئه دي لا، باش انا كان معايا كوبا فيرمنتور هي نفس الاكسلريشن، تخيل بنص الثمن يعني. طبعا ما بقارنش يعني. طبعا يعني بس يعني طور نفسها على طول، شكلها صايع قوي. ده شرف لينا تواجدهم معانا في شبكتنا. وفي حته كمان معلش انا اسف استاذ طارق، حته الاساسيه ان احنا دخلنا الكونسبت مختلف شويه. الكونسبت كان هو ان احنا ما بندورش على كارت شروم مخصصه. الامباوا المفروض تبيع احسن من الام جي بصراحه، اللي عايز كواليتي وعايز اداء افضل وعايز استهلاك بنزين افضل وعايز تناغم في الاداء احسن هياخد الامباوا بصراحه يعني. انا واحد من اللي شجعوا ام جي زمان لانها كانت قدمت طفره لما نزلت.
اعتمدت على بس بقول لك كل الواقع دلوقتي. يعني مثلا عشان اكون صريح معاك، انا في عربيه النهارده بتتقدم مش عجباني الجي اس 4، لكن ما اقدرش انكر ان بقيه العربيات حلوه، حلوه قوي كمان. عرضت عربيتك اكنها مول زي الموز، رحت للعميل حيث يذهب، ما قلتش للعميل وتواجد الشبكه في يعني شبكه الموزعين يا جماعه، فده ساعدنا كتير على نبعد عن الموزعين عشان الاوفر برايس. او ما عرفتش تحجز عند التوكيل اخلع. في بقى تقول لي كعميلك هتجيب حقها ازاي من محمد فريد؟ مش هتعرف. هو ده الكلام. طيب يبدو ان الموضوع هيتاخر شويه في فتح العربيات. طيب دلوقتي انا تابع انستجرام، هحط لك اللينك، انا هنزل لكم ريل للعربيات كلها بمواصفاتها باسعارها بكل حاجه، وبينزل مر بكل الكاتيجوريز بكل حاجه عدا الجي اس 4 لانها مش عجباني. هنزل لكم ريل عن كل العربيات، الامكو والام زوم والامباو طبعا انتوا حافظينها، انتوا جربتوها معايا، كنا اول تجربه حصريه في مصر، والناس اللي استلمت دي كلها تواصلت معايا والحمد لله يعني، والف مبروك ليهم. عجباني قوي الامكو، عجباني الامباو عربية سيدان، عجباني الام زوم جدا جدا، وغالبا التمويل هحاول اشتري واحده منهم يعني. يا الامكو يا الام زوم، لان انا مش محتاج سيدان، مع ان الامباو جميله يعني، بس عجبني. هنزل لكم ريل واحط لكم لينك الانستجرام عشان الناس اللي مش عامله فولو، هقول لكم كل التفاصيل، تفاصيل المواتير والسبيكس وكل حاجه ان شاء الله باذن الله. يلا شكرا. وكان معاكم محمود خيري في حفل تقديم سيارات جي اي سي. الحدث ده مهم قوي، اعمل شير واعمل لايك كده وانت بتتفرج عشان يوصل للناس، لان ده براند كويس وبيحجزوا وبيسلموا، انت شفته قدامك، فكويس، فرصه كويسه اليومين دول.